حسين نوفل سيف على إذاعة حكيم لقي كذا نقرأ شنو كتبت الصحف التونسية لليوم ونقرأ أبرز العناوين. خلينا نبدأ بجريدة الأنوار اللي حكيت على الاستفتاء بينسو. جريدة الأنوار جينا كل نهار جمعة. الشعب قال نعم المرور إلى البناء بعد الاستفتاء بطبيعة الحال. التفاصيل يعني في صفحة 4 و5 تحكي على مجمل يعني الأمور اللي تعلقت بالاستفتاء وإنه حان الوقت الآن إلى المرور إلى البناء بعد نجاح الاستفتاء. تلقاه زادة في صفحة 3 من جريدة الأنوار اليوم نهاية مرحلة ديكتاتورية الأحزاب وشيوخ المعارضة بالانتخاب المباشر والحر. عودة على أبرز التفاصيل بخصوص يعني إرث منظومة سياسية بائدة هكا تسميها جريدة الأنوار وتقول إنه الرهان توا مستقبلي على كل ما يهم التوانسة وكل التحديات سواء اقتصادية وإلا اجتماعية إلى غير ذلك. سينو زادة في جريدة المغرب لليوم نحكي على هيئة الانتخابات على الاستفتاء على الشوشرة اللي صايرة بخصوص النتائج متاع الاستفتاء. اليوم الافتتاحية بعنوان ما بعد الاستفتاء الفرصة الأخيرة للإنقاذ. افتتاحية بقلم الزميل حسين العيدي نحكي فيها على الاستفتاء والمراحل اللي سبقت وهذه المرحلة واعتبرها حسين العيدي اللي هي فرصة أخيرة يعني إما ننتقلوا إلى الأفضل أو أنه باش نشهدوا يعني عدة أزمات سياسية تكون أعمق من اللي عشناه. سينو زيدا سامي بن سليمة عضو هيئة الانتخابات يصرح لجريدة المغرب بأن رئيس الهيئة وأعضاؤها لم يتثبتوا في الوثائق قبل نشرها وهم يتحملون مسؤولية الخطأ. طبعا ذكروا بأنه أجال الطعون تنتهي اليوم والمقاطعين ما عندهمش الحق في الطعن. في جريدة الصحافة لليوم نحكي على ملف رئيسي اللي هو الحرائق اللي صايرة في عدد من جهات البلاد ويعني المناطق الغابية ولا الثروات الغابية اللي هي فما خسائر كبيرة في هذا الخصوص. الحرائق تكبد الغطاء الغابي ونباتي خسائر فادحة أغلبها مفتعل وأخرى طبيعية. تفاصيل هذا المقال في الصفحة 7 من جريدة الصحافة لليوم. نلقاه مثلا أنه الحرائق في عدة ولايات من بينها نابل، جندوبة، بنزرت، القيروان، زغوان، سليانة، بيجا، القصرين والكيف. قديش حصدت إلى حد الآن 3000 هكتار بمعدل 118 حريق في الفترة بين غرة جوان و 26 جويلية الحالي. هذا طبعا حسب تصريح المتحدث باسم الحماية المدنية العميد معزة تريعة. والمساحة المحترقة دي تضاعفت 4 مرات مقارنة بما تم تسجيله في السنة الفايتة في نفس الفترة واللي الخسائر قدرت ب 690 هكتار. توا نحكيه على 3000 هكتار في هذه الفترة وهي يعني خسائر فادحة على الثروات الغابية. في نفس الصفحة زادة نحكي على واجب اليقظة يتطلب انتدابات موسمية لحماية الثروة الغابية من الاحتراق وتحميل المسؤولية جزء زادة من المسؤولية إلى فشل منظومة الحراسة الغابية وخاصة زادة كيف تعزيز بالنسبة لصفوف أعوان الحماية المدنية. يعني فما عدة ولايات على الأقل نحكي على ولاية القيروان يعني تحدثنا مع بعض يعني الاعوان اللي يخدموا في الحمايه المدنيه اللي كل ما تجي تحكي معهم يقول لك راه عندنا مشكل في الموارد البشريه، عندنا مشكل في الانتدابات. مثلا احنا عندنا الوحده نتاع المركزيه، مع نحكيوا على مركز مدينه القيروان لهنا في مركز مدينه القيروان، عندنا وحده في الوسطاتية، عندنا وحده في حاجب العيون، وعندنا وحده اخرى في 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 معتمديه بوحاجله اللي مازال يوقع تدشينها من قبل وزير الداخليه. الا انه 3 وحدات نتصور غير كافيين تقريبا زاد في حفوز جكروا عنا وحدة أخرى، لكن باللي احنا نحاولوا أن نغطيه كل المعتمديات. وحتى على مستوى مركز مدينة القيروان الوحدة اللي موجودة لهنا يعني في مدينة القيروان قالك أنا عندي مشكلة متاع نقص في الموارد البشرية. يعني اليوم لازمنا نقوم بتعزيز في صفوف الحماية المدنية إما في القروان أو خارج زادة يعني في مختلف مناطق الجمهورية تفاديا باش نحاولوا على الأقل بأقل خسائر وأقل أنت توا حسين مرك حطيت صبعك على الد كما
نقوله. أنت تعرفوا أنه الوظيفة العمومية مسكرة منذ 2015 ولا انتدابات ولا حد شيء. تعرف زيادة أنه إحنا مقبلين على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يضغط يعني يطالب بالضغط في كتلة الأجور أصلا، يعني ما فماش حتى انتدابات وهذايا قاعدين نسجلوا فيه نقص في الموارد البشرية، مش كان في الحماية المدنية كهو، في كل القطاعات تقريبا عنا نقص في الموارد البشرية. فبالتالي هي مشاكل عميقة ومشاكل هيكلية، نقص الموارد البشرية والنتائج نتاعها شنو باش ينجر عليها؟ برشا خسائر في مختلف المجالات اللي احنا معناها نجموا نحكيوا فيها تقريبا في كل القطاعات. دونك هذا موضوع ياسر مهم، ونقص الموارد البشرية راهو يأثر في كل شيء يعني اللي قاعدين نعيشوا فيه اليوم. سينو زيد حسين في صفحة ثالثة من جريدة الصحافة نحكيوا على القانون الانتخابي المنتظر. أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي تصرح لجريدة الصحافة تقول الاقتراع على الأفراد سيفتح الباب للفساد المالي وإلى انحرافات سياسية. والاقتراع على الأفراد كنا حكينا عليه في مقالات سابقا، فيه مساوئ وفيه زادة إيجابيات، وتنجموا تطلعوا على مختلف التفاصيل في هذا المقال الافتتاحية اليوم تاع جريدة الصحافة. حتى لا يتسرب التدخل الخارجي إلى بلادنا، نحكيه على مجمل المواقف حسام اللي صايرة بعد الاستفتاء، بيانات الخارجية الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، مسؤولين في الخارجية الأمريكية، في إدارة الرئيس جو بايدن، يعني عدة يعني اتصالات قاعدة صايرة زادة. البارح كان اتصال مع وزير الخارجية بنظيرته الكندية، وعدة يعني اتصالات الأمم المتحدة تعلق، منظمة أمنستي تعلق. فبالتالي وكأنه فما استباحة للشأن الداخلي التونسي، الناس كلها تعلق والناس كلها تعطي في رأيها. وهذا حسام نقوله راهو التدخل الخارجي معناها ما يتدخلوا فيك لما أنت تسمح لهم بالمجال، وهذا في إطار أكسيحات الفزع واللجوء إلى الخارج على أمور معناها شأن داخلي. توا احنا كي نختلفوا في تونس توينسا عادي، انت برايك وانا براي، حاجه عاديه على الاخر. اما نشرعوا لتدخل خارجي ونشكي ونهار كامل وطلع شنو، فهذا راهو يولي مس بالسياده الوطنيه. في جريدة الصحافة لليوم نحكيه زادة على الاستفتاء، كاريكاتير اليوم تنجموا تشوفوه في الفيديو على صفحة إذاعة الحياة فهم، ما الذي سيتغير في الجمهورية الثالثة؟ نحاول نوضح لكم صورة الكاريكاتير وكأنه احنا خارجين من مكان داخلين إلى مكان أشب وأجمل. هكا مصور فما شجرة خضراء، فما يعني مزين الباب اللي باش ندخلوا له، فما السور متاع البنية هذه مزين. في المقابل احنا خارجين من حطام، وفما نيران تشتعل، وفما كورونا، وفما يعني عدة شوائب. ولكن المواطن اللي هو داخل إلى هذا المكان الجميل واللي تتنثر منه بعض الورود حسب هذا الكاريكاتير بيان سور، بقفة فارغة وبلباس مقطع معني الحالة الوضعية والمهترئة متاع خاصة المقدرة الشرائية والوضعية اللي قاعدين يعيشوا فيها المواطنين التوانسة. سينو زيدا شنو تنجموا تقرأوا آخر في جريدة الصباح لليوم في صفحة الرابعة؟ تقرأوا حوار مع زهير المغزيبي يقول المطلوب من قيس سعيد التقاط اللحظة، ويرد أيضا على أحمد نجيب الشابي اللي طالب قيس سعيد بالاستقالة. يحكي زيدا على جماعة منظومة 24 جويلية يقول منيا بهزيمة ولم يبقى لها سوى التشكيك، في إشارة للتشكيك اللي حاصل توا على نتائج الاستفتاء. يقول بأنه الطبقة السياسية وفي مقدمتها النهضة لم تتطور وواصلت نفس الأخطاء. يقول يجب الشروع مبكرا في الأعداد للانتخابات التشريعية المقبلة. في نفس هذه الصفحة أيضا تتابع الندوة الصحفية متاع عبير موسي البارح والدستوري الحر اللي اتهمت موسي هيئة الانتخابات بالتزوير وقدمت عرضا سياسيا لتصحيح المسار. ومقال آخر في نفس الصفحة رغم الاستفتاء على دستوره الرئيس يواصل مهاجمة معارضيه، فمتى يخرج لدائرة الفعل؟ المطالب اليوم من قيس سعيد هو أنه يدخل هذه الدائرة، دائرة الفعل، البناء، الإصلاح، بما أنه الدستور خذا شرعية في انتظار الإعلان النهائي على النتائج. فخلينا ننطلقوا، طبعا اليوم الناس كلها تقولك عنا شخص نجموا نحاسبوه وينجم يكون هو مسؤول على كل شاردة وردة في البلاد بفعل النظام الرئاسي، فليتحمل مسؤوليته والشعب يراقب
وهو الشعب اللي باش تكون عنده كلمه يعني في الانتخابات القادمه. شنو تنجموا تقراوا اليوم في جريده الشروق؟ ان فيت برشا مقالات لليوم، نحكيوا على في الصفحه الرابعه على هيئه الانتخابات، ماذا يحدث في الهيئه، معارك بين اعضائها، اقالات وارقام مغلوطه. بيان سور هذا الكل جدل اللي صاير على الارقام والبيانات اللي خرجت. نحكيوا على طلب للاستقاله، العضو المجمد هو توا سامي بن سليمة طلبهم بالاستقالة نظرا لهذه الأخطاء الفادحة. نلقاو زادة الأعضاء الهيئة يقول لك من يشكك في الانتخابات في الاستفتاء والنتائج ونزاهة فليتوجه إلى القضاء. نلقاو زادة جملة من الإقالات في هيئة الانتخابات على بعض الأخطاء الحاصلة في نتائج الاستفتاء. طبعا هذا يثير الجدل، ونعرف أن سامي بن سليمة فما طلب لإعفائه والملف متاعه أرسل إلى رئيس الجمهورية، ما نعرفوش شنو المصير متاعه بالضبط. سينو زادة في الصفحة الخامسة من جريدة الشروق تقرأ مقال لأستاذ العلوم الجيوسياسية بالجامعة التونسية رفع الطبيب. هذا الحوار يقول فيه بأنه البيانات الغربية اللي تبعناهم بعد الاستفتاء هي ضغوط وليست رفضا للدستور. يقول إذا ما دعمش صندوق النقد تونس أنه فما دول أخرى ستفعل ذلك. يقول التقارب بين تونس والجزائر يخيف عديد الأطراف، ويتحدث على جملة من التفاصيل اللي تهم تونس في المنطقة بصفة عامة وفي ظل هذه الأوضاع الإقليمية. في جريدة لو كوتيديان لليوم نحكيه على مستقبل أحزاب المعارضة، أي مستقبل لأحزاب المعارضة خاصة في انتظار القانون الانتخابي اللي باش يعلن عليه رئيس الجمهورية واللي هو بصدد الأعداد حاليا، باش يسمح لهم بالترشح وإلا لا، شنو ما الشروط نتاع الترشح وإلا لا، خاصة في ظل التوجه وعديد الأطراف تقول بأنه الأحزاب انتهت، فترة الأحزاب وهيمنة الأحزاب على المشهد السياسي انتهت. على كل احنا ننتظروا القانون الانتخابي كيفاش فما تاريخ باش فما موعد محدد باش ينزل فيه القانون الانتخابي؟ لا ما فماش موعد محدد، أما في القريب العاجل خاطر عندنا انتخابات احنا في 17 ديسمبر، فالقانون الانتخابي لازم يكون حاضر، يكون حاضر في أقرب وقت ممكن. وكان عبر عليه رئيس الجمهورية سابقا، أعطى بعض الملامح نتاع القانون الانتخابي بأنه باش يكون مثلا نظام اقتراع على الأفراد مش على القائمات والأحزاب كما قبل. زاد برشا تفاصيل أخرى على طريقة الاحتساب نتاع الأصوات، وننتظروا الحقيقة باش يكون فيه برشا تغييرات على القانون الانتخابي اللي سبق، باعتبار وأنه قيس سعيد انتقد قداش من مرة حتى في خطاباته الأخيرة انتقد القانون الانتخابي اللي يجيب معناها اطراف وقت التشرذم اللي شفناه في البرلمان والمشهد والفسيفساء اللي انتج عليها القانون الانتخابي. فهذا التغيير قد يغير. عنا زاد سحب الوكاله من النائب، زاد هذا داخل في القانون الانتخابي الى غير ذلك من التفاصيل تو نتابعوهم. ونختموا بجريده لوتون اليوم نحكيوا على الحرائق في عدد من جهات الجمهوريه بما فيها القيروان، اكثر من 68 هكتار من الغطاء الغابي يعني تحرقت في ولاية القيروان في هذه الفترة. وكنا نحكيه احنا في مقال آخر على انه 3000 هكتار هي الخسائر متاع الحرائق اللي اندلعت في عدد من جهات البلاد. وربي يحمي تونس، امين يا رب، امين، وربي معناها يبرد هالجمرة كما نقول، امين يا رب، ان شاء الله ربي يحمينا ويحمي تونس الكل. سينو سهام يعطيك الصحة. للا نذكروا بالموعد اليوم كما العادة، لا اليوم مش كما العادة حسين، اليوم الجمعة معنا شركات ميدي احنا من الاثنين للخميس ريكاب ميدي. سينو نرجع ان شاء الله مع بداية الاسبوع القادم ان شاء الله انطلاقا من نهار الاثنين. سهام حمدي ترجع معكم في ريكاب ميدي. سينو يعطيك الصحة. سهام هذا شنو كان عنا في اهم ما جاء في الصحف التونسية بتاريخ اليوم.